مجددا نعتبر بأن منطقتنا ومن ضمنها المغرب تعيش صيرورات ثورية. ماذا يعني أنها تعيش صيرورات ثورية؟ يعني أن هناك مواجهات تحقق بعض الأشياء ثم تتراجع لأنها لم تحقق ما أرادت أن تحققه، وهذا ما وقع في المغرب. إذن ستكون هناك هبات أخرى، وهذا ما يطرح على القوى الراغبة في التغيير أن تؤهل ذاتها أولا الاستعداد، ثانيا أن تبني التحالفات الضرورية. إذن هذه التحالفات الضرورية لن تأتي بدون عمل مشترك، بدون نقاش، بدون حوار. هذا الحوار اللي هنا تنجو أحد المتدخلين الذي قال نتكلم فقط عن الجبهة الميدانية، لا، نتكلم عن الجبهة الميدانية وعن الحوار الوطني العمومي الذي يستهدف إلى أبعد من الجبهة الميدانية، إلى بناء تحالفات وتوافقات من أجل من جهة تدبير هذه المرحلة ديال الجذر، وأيضا من أجل الاتفاق على المغرب المنشود الذي نريد بناءه جميعا. في هذا الإطار عندي ملاحظة بسيطة، هي أنه هذا الحوار الوطني لا يمكن أن يكون مع الذين يناهضون لا يناهضون الاستبداد، الذين هم المسؤولون عن الاستبداد، هو بين القوى المناهضة للاستبداد. هل هذه الصيرورات فشلت أو لا؟ لا، أنا بالنسبة إلي كل صيرورة إلا وتترك مجموعة من بصمات، لا نرجع إلى الحالة ما قبل. فمثلا الآن في المغرب ليست الوضعية هي الوضعية التي كانت من قبل. الآن رغم تراجع، هناك من جهة تراجع الخوف، هناك العشرات من الاحتجاجات يوميا في ربوع الوطن، هناك فقدان الثقة في المؤسسات، وهذا واضح جدا في الانتخابات، وفي الانتخابات الجزئية الأخيرة التي كانت مهزلة في بعض المناطق، تطوان مثلا إلى غير ذلك. إذن هناك اللجوء للشارع، هذه كلها مكتسبات اللي هي مهمة جدا، واللي بوحدها طبعا خصها قوة سياسية باش تعطيها الأفق السياسي ديالها، وهذا دورنا. هذا فيما يخص النقطة. النقطة الثانية اللي في نظري مهمة جدا هو أن هذا النقاش وهذا الحوار ما خصوش يبقى غير الفوق، خصو ينزل القواعد باش تستبطنوا القواعد، لأن القواعد هي اللي غادي تفعلوا، وهي اللي غادي تخلق ذاك العمل وذاك الاحتجاجات وذاك سميتو اللي كاين في المناطق، واللي هو اللي غادي يراكم باش يوقع التغيير. إذن خص هذا النقاش يهود القواعد في الفروع في المناطق، وتخص أيضا نحلوا القضايا القطاعات. المنظمات الجماهيرية اللي طرحها بن عبد السلام طبعا راها تتعاني بواحد الشكل كبير، وراها أحد الأدوات الأساسية ديال الصراع في المجتمع. حتى واحد فينا ما ينسى الدور اللي لعبوا مثلا الاتحاد العام في تونس، اتحاد العمال في تونس اللي كان دور أساسي في الثورة. إذن لابد أن يكون هناك عمل من أجل هذه المنظمات الجماهيرية، تحصينها، تقويتها، حل المشاكل اللي كاينة مختلفة داخلها، وهذا ما يمكن يكون إلا بواحد العمل اللي هو جماعي. هذه فقط بعض الملاحظات اللي كنت باغي نقول. إذن بالنسبة لي الوضع مفتوح على الأمل وعلى الإمكانيات ديال أنه في المغرب وفي هذه المنطقة تكون فعلا قطائع ثورية لصالح الشعوب. الآن المسؤولية هي على الفاعلين السياسيين، فاعلين سميتو، مسؤولية علينا حنا ماشي على شي واحد آخر. وتنعتقد بأنه الآن هناك
وعي متنامي بالضرورة ديال تحمل المسؤولية، وبالضرورة ديال أنه هناك يعني إقرار بأن هناك فعلا خلافات إلى غير ذلك إيديولوجيا، ولكن هناك أيضا مشترك اللي يمكن أنه نبنيه عليه الآن ونبنيه عليه أيضا من أجل بناء المستقبل. وشكرا لكم.